الكبير جه؟ لا لسه ما جاش. طيب زين زين. مالك يا ابني مرتبك ومقفر ليه كده؟ انا واقع في مصيبه ومحدش هيعرف يحلها الا انت وعيشوني بيه. مصيبه ايه يا دي يا فزاع؟ الواد فهيم اخويا الله يجازيه. الواد ما جه له 6 سنين قاعد في قنا، خلص معهد التمريض بتاعه وشغال هناك. قوم جه النصيب حب يخطب بنت من هناك، قال لي روح اخطبها له. قابلنا ابوها، وابوها ده ايه؟ ضابط كبير قوي قوي في الجيش. قلت له يا ولد ابوي الناس دي مش من توبنا. قال لي ما عجبوش الكلام، اصل هو عليك منه هو المتعلم الوحيد اللي فينا وطالع فيها ومناخيره. خلص خلص هري، خلاص الهري. عايز فلوس؟ لا 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 فلوس ايه؟ خيركم سابق، فلوس ايه؟ عاوز ايه؟ المشكلة حاجة تانية خالص يا جنيبيه. المشكلة ان انا وانا قاعد مع ابوها عشان نخطبها له، كيف ما الواد طلب يعني؟ لقيته يعرفني ليهم على ان انا عمدة المزاريطة. ولا فهيم ده الله يجازيه فشر فشر ومعار معار، الكذب ده في دمه. فانا يعني قلت ما احرجهوش قدامنا، سايبه ومشيت الليله، عملت العمده وقرينا الفاتحه، والامور كانت ماشيه اخر حلاوه لحد ما لقيت ابوها مصر انه لازم يرد لنا الزياره كيف ما زرناهم في بلدهم ويرجع لاهله. عمده المزاريطه؟ انت اتجنيت انت واخوك. انت عارف يا معلم لو راجل اكتشف ان انت مش العمده هيعمل ايه؟ ايه؟ هيحبسك انت واخوك. طيب وهو ايه بس اللي هيعرفه يا جوني بيه؟ وهو يعني لما يجي يزوركم في داركم الكحيان ده هيصدق ان انت العمده؟ لا طبعا ما هيصدقش. امال انت مستني ايه؟ مستني يجي يفضحك هنا في البلد؟ انت مفقوس موت انك مش العمده. ليه؟ مفيش كاريزما العمده دي، طلت العمده مش فيك. وانا كنت بقول يعني بعد اذن جنابك يعني يجي على الدوار وقابلهم انا كني العمده. انت ضارب ايه؟ ما ضاربش. شارب ايه؟ ما شاربش. انت هتغني راب يا ابني، ما ترد عليا كويس. ايه؟ ايه اللي خلاك تتوقع ان دي حاجه هنوافق عليها؟ ساعتين زمن بس يا جوني بيه، ايه المشكله؟ وست هديه تعمل لك غداوه حلوه بيديك دي. وكمان عاوز تشغلني يا جزمه. مان الحزي اللي انت بتقوله ده انا ماليش علاقه بيه، عاوز تنصب انصب لوحدك. ليه بس يا جوني بيه؟ معلش الله يرضى عليك، معلش والنبي، ده الولا فهيم ده يتيم، لو اتسجن هتسجن معاه، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. خلاص. وانت فكرك يعني لو جوني وافق الكبير هيوافق؟ ده الكبير لو عرف حاجه زي دي هيطربق الدنيا. الكبير هيعرف منين؟ ده الكبير ما بيخرجش غير اول النهار، ما يرجعش غير بعد المغرب. طب افرض الكبير طب علينا والناس دي موجوده هنا. لا ما تقلقيش يا ست الناس، انا اتاكدت ان الكبير عنديه بكره شغل ياما، شغل كتير، وما هيجيش غير بعد العشاء كمان، يعني الناس حتاجي وتمشي ولا حس ولا خبر. الله يرضى عليك توافق يا جنبي، الله يفتح عليك يا ست الناس، ربنا يديك، ربنا يفتح. ابني انت بزرار؟ بالرغم ان ادائك مبالغ فيه بس انا موافق. الله يرضى عليك ولد. طب والكبير؟ ماله الكبير؟ انا العمده ومن حقي اديله شخصيتي انتحلها. انتحلني، مالكيش صالح بيه، انا اللي بقول الكلمه هنا. انتحلني. الله يرضى عليك. عندي شرط واحد. ايه؟ قبل ما الجوازه دي تتم تقول للراجل كل حاجة، مش عايزين نضحك على حد. حاضر يا جوني بيه. وحاجة تانية كمان أمن الجناب، لو رجعت وقلت لي عايزين يزورونا هم بقى ولا يصيفوا ولا ها؟ مفيش. دي أول وآخر مرة. قلتي إيه يا ست الناس؟ موافقة وربنا يستر. الله يرضى عليكي، ربنا يديكي، ربنا يفتح عليك يا جوني بيه، الله. طيب كان عندي طلب صغير كده. الله يرضى عليكم، يعني يبقى كتر خيرك والناس هنا تبقوا متنادوا للواد فهيم على انه الدكتور فهيم. دكتور ايه؟ هو مش اخوك تمرجي؟ ايوه بس هو مفهمهم انه دكتور. سلامة يا كبير، تروح وتجي بالسلامة. الله يسلمك. ما عزيتش حد من برا وانا جاي. أعوز سلامتك يا أخوي. أنا رايح المركز، أجيب لك معي لوليتي. يبقى هات لي البنك لو لقيت. عيني. هو أنت حتاجي ميت إن شاء الله يا كبير. لا أنا هتأخر شوي. هطلع البنك الأول أجيب فلوس، بعدين أطلع الحاج عوض، أخلص معاه في موضوع طرمبات المية دي. وليه المشورة يا كبير؟ ما تخليه يجي لك هنا وتدي له الفلوس. الراجل كبير ومشاغله كثيرة، وبعدين أنت مالك من أساسه؟ إيه الرد الفارغ ده؟ كل ما أقولها كلمة ترد. ما تاجي يا حبيب، تعال في باطي، تعال 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 بين بابا وماما، تعال تعال خد لك حنان. لا 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 عفو بلا ما اخذ يا كبير، العربيه جنابك جد برا. اسمع ثاني مره تشوفني بتكلم مع ستك اقل حاجه 7 متر بيني وبينك. امر جنابك. لك كهيتي توقف. امر جنابك. مع الف سلامه يا كبير. طريق السلامه يا كبير.
واد يا فزاع، الناس هتهاجمت. الناس على وصول يا ست الناس. الولا فهيم ضرب لي تليفون وقال لي ان هم في اول البلد، فانا هروح استقبلهم. بس كان لي عن جنابك طلب صغير كده. ايه خبره جنابك؟ العبايه الصوف الكحليه الثقيله اللي الكبير هيحبها قوي يلبسها في المناسبات. خبرها. يبقى كتر خيرك لو جنابك شدتها لي في يدك عشان البسها. اوه كانك اتجنيت يا فزاع، عاوزنا نجيب لك عبايه الكبير؟ معلش يا ست الناس، الله يرضى عليك، عشان نظبط الحكايه صح. ده انت باينك ناوي على خراب بيتي وطلاقي من الكبير. عارف يا ديا فزاع، لو العبايه دي جرى لها حاجه هعمل فيك ايه؟ لا 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 ما تقلقيش يا ست الناس، ده فعلي. طب اتجرق قوام، شوف الناس هتهاجمتك. قبل جنابك. ربنا يعدي اليوم ده على خير. ايوه فزاع انا وصلت خلاص. تعالى يا رباب خش. ما شاء الله ما شاء الله، ايه الجمال ده، عين عليكوا برده. الدار دي انا قضيت فيها احلى ايام حياتي. يا سلام. لما كنت وانا عيل صغير كنت العب في الجنينه دي انا وابويا العمد الله يرحمه. الله يرحمه. الجنينه دي؟ ايوه الجنينه دي، انا وهو واخوي فزاع. فزاع الحمد لله على السلامه. فزاع كيفك يا فهيم؟ توحشتنا يا دكتور. توحشتنا يا اخوي. كيفك يا فهيم؟ كيفك يا فزاع؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حصلت البركه. الحمد لله على السلامه. كيفك؟ اهلا ومرحبا عروستنا الحلوه. اتفضل يا فهيم، اتفضل ريحوا من المشوار جوا في الدوار. التمثال دي ماله التمثال؟ فاكر يا فزاع التمثال دي لما كان تحت منيه سلك الكهرباء العريان، وكنا نمسك انا وانت وعيال الكافر ونلعب بيه كهربا كهربا، وكل يوم يموت واحد مننا. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيده وبارك. ايوه طبعا ومليت. اتفضل يا جماعه في الدوار. طب فاكر يا فزاع؟ ما فاكر ايه؟ فاكر لما رحت اشتريت المصفى وابوك لقاها مخرم وقال لك رجاهي؟ ايوه طبعا وهنستعملوها كيف. اتفضل يا جماعه في الدوار. طب فاكر يا ما فاكرش حاجه. اتفضل يا ست اللواء. ما تقلش على اخوك يا دكتور، باين عليه قالوا زهايمر بدري. الحمد لله على السلامه. يا عروسه يلا يا رباب يلا تعال خش اسند عليكي بدل ما ينسانا. اتفضل يا باشا اتفضلوا. اقول لك ايه، استهدى بالله وحب على يدك، اهدى شويه بيلك هتوديني في داهيه. اتفضل يا دكتور. اهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله، عيد عليكم برده. منور يا نظيم باشا. منوره باهلها يا عمده. او ماي جاد، ده العروسه الالمانيه؟ لا ليه، مش ده رودي فولر؟ ايه ده يا عمده، ايه ده؟ وانتوا عندكم ضيوف ولا ايه؟ لا 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 ده مش غريب، ده هيبقى جوني بيه. شريكو. شريكو؟ ليه ومتقاعد؟ ليه ومتقاعد؟ نظيم الاسيوطي بطل من ابطال حروب مصر. انا اسف يعني ايدي مش قادره تطول شويه. ليه؟ اصلها جت لها شظيه سريعه الطلقات من ايام ما كنت في حرب الاستنزاف في سيناء. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لما سيادتك بقى شغال معايا ايه؟ شغل.